السلام عليكم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي الاهلي خط احمر. اهلا بك يا فارس. اهلا بك يا اسامه، ووحشنا الاهلي كده ومفتقدين ماتشاته وبنحاول نصبر نفسنا يعني. ده اكيد طبعا. اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ولكن يبدو ان هذا هو اسبوع النادي الاهلي حتى في غياب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، ولكن فوز لفريق النادي الاهلي في كره السله وكتيبه اوجستي ونجوم النادي الاهلي القلعه الحمراء اللي خلاص اصبحوا مطالبين دائما وابدا بتحقيق البطولات لانهم عودونا على كده، وتحديدا البطولات المحليه في انتظار البطوله الافريقيه ان شاء الله، وفوز ساحق على فريق سله نادي الزمالك سواء الكبار او الشباب في دوري المرتبط، اربع مباريات بينتهوا لصالح النادي الاهلي، ولسه ما خرجناش من فوز النادي الاهلي سلة على نادي الزمالك، وإذا بفريق مواليد 2005 بيحقق فوز النهاردة أيضا على نادي الزمالك في دوري الجمهورية مواليد 2005 بهدف للا شيء. يبدو أنه أسبوع جماهير النادي الأهلي حتى مع منتخب مصر، معظم جماهير القرى المصرية بينتموا للنادي الأهلي، كان برضو عندهم فرحة مع الفوز للمنتخب المصري حتى لو كان معنوي على المنتخب المصنف الثاني عالميا منتخب بلجيكا. فدائما وابدا يا رب شهر 11 يكون شهر افراح للنادي الاهلي وشهر انتصارات للنادي الاهلي، وفي غياب الفريق الاول تستمر الانتصارات بفرق اخرى سواء في كره القدم فريق الاشبال او الناشئين وايضا كره السله.